أن يقول هناك مسجد صغير وبعض المأمومين يصلون عن يمين وشمال الإمام لأن المسجد صغير، هل يصح ذلك؟ أولا إذا كان هناك اضطرار مثل ما ذكره الأخ في هذا الشيء فعلى كل حال لا بأس بذلك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى عن يمينه وعن شماله كذلك من يصلي معه. وأجاب ابن سيرين عن هذا الشيء رحمة الله عليه بأن المكان كان ضيقا، وبناء على هذا فالحمد لله إذا كان الأمر فيه شيء من العسر فاليسر من مبادئ هذا الدين والحمد لله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما إذا كان الأمر في سعة فينبغي الأخذ بالكمال والله أعلم.